وفي نشرة سابقة أكد سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينا الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن المصانع كان ينقصها التشريع لإنتاج الأكياس القابلة للتحلل. احنا اليوم عندنا 24 مصنع موجودين في البحرين. السوق المحلي يستخدم 88% من إنتاجهم، وجميع المصانع حسب دراستنا قادرة على إنتاج الأكياس القابلة للتحلل. فإذا كان ينقصهم التشريع لبيعهم للأكياس القابلة للتحلل، وهذا اللي تم. سوينا ورشة عمل في غرفة التجارة والصناعة واخبرنا فيهم كافة الموردين للمواد البلاستيكية، والسوق متوفر في أكياس قابلة للتحلل، فيتم استيراد فقط الأكياس القابلة للتحلل. طلقنا نوع من أنواع البدائل موجودة في السوق، لأن يمكن أصحاب الأسواق يشوفون أن التكلفة عليهم زيادة في الأكياس القابلة للتحلل، مع أن التكلفة بتكون 15% فقط، لكن اللي بيكون متحمل تكلفة الزيادة هو السوبر ماركت نفسه.